اللي ما شافهاش يقدر يرجع لها. اتعلمنا فيها طريقة فرش، ويعني ايه بنك قلاب، البنك القلاب اللي الناس بتسأل عنه، ازاي اشتغل لوحدي، افرش فرشة لوحدي واقصها لوحدي، او يعني ايه بنك قلاب. كان في ناس بيقولوا الموضوع مش منطقي او شبه مستحيل، يعني لازم واحد يقف هنا واحد يمة التانية واحد تحت في البنك القلاب في الفرش الطبيعي اللي الناس كلها عارفاه. طبعا الفرش ان واحد بس يفرش ده، الشركات الحديثة ما كان الفرش ده معروف. هنتكلم على يعني معظم الناس اللي شغالة في ورش ومصانع. هنبدأ النهاردة إن شاء الله أوريكم إزاي، لو أنت محتاج تعرف معلومات أكتر عن المقص الكهرباء أو المقص دار يعني بيشتغل إزاي، شوية معلومات كده إن شاء الله نتعلمها. الرسمة بعد ما بتترسم وتفرش فرشتك وبيتم تلبيس الفرشة، من ضمن مميزات البنك القلاب طبعا كل حاجة بيبقى ليها مميزات وعيوب، هنديكوا تفاصيل. طبعا الفرش العادي اللي هما ثلاثة بيفرشوا أو اتنين قصاد بعض فيه مميزات وفيه عيوب، وهنا برضه البنك القلاب فيه برضه مميزات وعيوب. النهاردة هنتكلم برضه عن المميزات. أنت كمقص دار أو صاحب مصنع مثلا لقيت الفرشة بعد ما نزلت قليلة عن الرسمة بتاعتك، يعني قلت مثلا، يعني مثلا الفرشة قلت من المقص ده، وانت بتشد وانت بتفرش لو شديت الفرشة دي هتقل، هتيجي تحط في الرسمة او الماركر بتاعك هتلاقي مش مظبوط. من ضمن الميزات ان انت رايح جايب الشوكة فممكن تفك الفرشة تاني، يعني تنزل الفرشة عادي. وبرضو لو الفرشة فيها زيادة، يعني تعالى كده معاك عقرب كده دي كده، يعني لو في مثلا الفرشه جت معاك كده مع المقص ده مثلا جت زياده، هنا يعتبر شبه مظبوطه كمبدئيا كشغل يعني بالنسبه الهالك. وممكن تجيب اقل من كده برضه لو الفرشه جايه عاليه كتير ما فيها تهدير في القماش. انت كصاحب مصنع او كمقص ده تقدر تغير الفرشه من جديد. اي نعم هتتعب في فرشها من جديد، بس طبعا المصلحة ان انت تنزل الفرشة، غير بقى القص الفرش اليدوي ان انت هتقص بالقطر بالهاند قطر مثلا او اتنين قصاد بعض هيقصوا، دي بتبقى المجازفة فيها كبيرة لان خلاص تم يعني قص التياب او قص القماش. هنا الميزات اللي موجودة في الفرش الشوكة البنك القلاب ان انت ممكن ترجع الفرش زي ما كانت لأي سبب، الخامة هتتغير او اي سبب الفرشة مثلا خدت المقاس الاطوال غلط، مثلا عايز تهدها تعملها من جديد. دي بعض الفنيات اللي ممكن تقابلك كمقص دار او كصاحب مصنع لو انت شغال. النهارده بقى نبدا اوريكم برضه معلومات عن المقص الكهرباء. طبعا احنا جينا في حلقه قبل كده والناس قالوا لي عايزين معلومات اكتر، سجلنا برضه عن المقص الكهرباء. اول حاجه هو ده زرار التشغيل، الحاجات اللي لازم تتحرك فيها معاك، الحاجات اللي مختار يعني. هنا عندي ده زرار السم اللي بيسن المقص اهو، في الزرار ده او ده الزرار اهوت اللي بينزل المسنات اللي هي دي، ده المسن اهو، المسن ده ينزل يسن السكينة. في هنا برضو الزرار ده مهم جدا اللي هو ده بيبقى انت ماسك المقص بالشكل ده بتدوس على ده كده بيحرك لك الدراع ده اسمه دراع الامان، عشان قدر الله ايدك ما تجيش عند السكينة اهيت، فده اسمه دراع امان. امان الدراع الامان ده امان اهو، عشان لو عملت كده ده بيدي صدى اهي، صدى لا قدر الله علشان السكينه تبقى ده كده. الدراع ده كده ما بيتحركش لو دوست كده اهو، مش هيتحرك معاك خالص يعني اهو، الا لو دوست على الزرار دوت اللي هو ده التانيين دايس كده اهو، كده دوست كده بيتحرك معاك اهو، ده الدراع
الامان. صور من بعيد شويه كده عشان يوضح للناس كده. يعني انا عايز اوريك السكينه، لازم تقص الخط بتاعك اهو بالشكل ده، تكون ايدك معموله كده الوضع اللي يريحك اهو. ده كده حاجز عشان السكينه اهو، ده كده طريقه اللي بتمشي على القلم بتاعك اهو. وانا بحب انصح الناس ان هي لما تيجي تقص كرشة أو تقص شوك إن هي تبدأ أو ده كده القص بتاعك. من ضمن الحاجات الأساسية اللي قص الكرشة معاك هو ده كده القص يكون معاك. في هنا دورات العجل بتلف الأرضية من تحت، الأرضية بتلف معاك بالشكل ده. يعني بيكون نسبة تظبيط الشغل نسبة كبيرة جدا، يعني ممتازة، سواء عملنا الكرش أو القص. ده السيد الكامل. لو في أي تعريف كده طبعا انت تقصد المسافة دي، شايف انت الدراع ده كل ما تقصده كده بالشكل ده الدوران تلف الأرضية من تحت اهو. يطلع بالشكل ده القص يكون هنا. من ضمن الحاجات اللي ممكن تقابل القص ده بالشكل دي، فبتسن كده كويس سن الشراب هو اللي عليه السن. وبعد كده لو تمشي المكان اهو حابب تخش تعصر كده، تك على دي تعصر كده اهو، تلاقي معاك الدفن فيها مظبوطة.
ده الست حاول تخلي الأسطر جامدة يعني خلاص.